سيدة شيفسكايا، أنتقل لك بهذه النقطة. العقوبات منذ يوم أمس بدأت تنهال على روسيا، هل بالفعل هذه العقوبات هي الرد الحقيقي على الرئيس فلاديمير بوتين والذي أعلن عن الجمهوريتين الانفصاليتين والاستقلال عن أوكرانيا؟ بادئ ذي بدء، أود أن أبدأ بقول أن الولايات المتحدة لا تسيطر على الحكومة في كييف وفي أوكرانيا، وأوكرانيا هي أمة مستقلة ذات سيادة، والدولة الروسية قامت بانتهاك سيادتها مرارا وتكرارا، ولذلك الولايات المتحدة على الأقل في هذه المرحلة يبدو أنها تعمل على فرض عقوبات أكثر قوة. والآن ألمانيا علقت مشروع نورد ستريم 2، وهو المشروع الروسي الألماني، وهذا أحد من المشاريع الجيوسياسية الأساسية لروسيا في أوروبا، وهناك نقاشات أخرى يتم عقدها بشأن الخطوات الإضافية التي سيتخذها الغرب. ولنتذكر أيضا أن هذا أمر يجب أن يتم الترتيب له، والغرب لديه التزام أيضا أن يستجيب لحماية الشراكة الاستراتيجية، وهذا للأمة المستقلة، الأمة الأوكرانية. لماذا تأخر فرض العقوبات سيدة شيفسكايا من قبل واشنطن حتى الآن؟ هذا سؤال جيد. الأمر ليس واضح، فأنا أعتقد أن تفسير واحد محتمل هو أن الغرب ما زال ينظر ويرى كيف ستتطور الأحداث. بصراحة العقوبات الحالية المفروضة والتي تستهدف أشخاص بعينهم، ولكن هناك الكثير من العقوبات التي يمكن أن يتم فرضها لاستهداف دولة روسيا ذاتها. لذا حقيقة الأمر هو أن أولا العقوبات هي أداة واحدة من بين العديد من الأدوات التي يمتلكها الغرب، والجزء الثاني هذه مجرد البداية، بداية العدوان الروسي، ونحن رأينا هذا من قبل، رأينا هذا في جورجيا وفي أوهازيا. لذا الرئيس الروسي بوتين أنا أعتقد أنه قال أن اتفاقية مينسك يتجنبه الآن، وهذا يثير سؤال دبلوماسي آخر. نعم، وأعتقد أن جزء من السؤال هو أن هذه الأحداث ستتطور، وما نتأكد منه وما نعلمه أن هذا مجرد بداية العدوان الروسي.